حمزه تحياتي ايوز اشكيتها وما تحمزه ناس انتوارب تحياتي الشرفاء عاش الشعب ولا عاش من خانه تحياتي حمزه الريفي ديالنا تحياتي للشعب باكمله السلام عليكم ورحمة الله الأخير مشكلة المغرب واه دخلوا في شي تفاصيل تنمية تحياتي الشرفاء والشريفات أينما كنتم أينما رحلتم وارتحلتم راه كل شي راه باين في العنوان الإخوان حنا ما كان جيو ما كان كذبوا ما كان وصلوا الأكاذيب الحاجة اللي كان شوفوها نجيو نحطوها لكم نحطوها ونقول لكم ها واش تكاين حنا يا العدو ديالنا ما كانش شي واحد اخر فرعون السادس الصهيوني صافي صافي هذاك بان علاش حنايا غادي نديرو عاوتاني هاد المباشر كتشوف الاكذوبه كيكذبوا على الشعب غادي يدخلوا شويه ديال الناس ان شاء الله ونعطيو لكم شويه المستجدات واش تا واقع في ديك الساحه واش هاد الاكاذيب اللي راه كيديو يرد يقول لك تندوف في الصحراء ما الصحراء راه يقول لك طائرات عسكريه حربيه راهم تما في تندوف في نفس الوقت كتجبر محمد السادس عنده كيصيفط رسائل تهنئه ديال راس السنه المهم غادي نهضروا في بزاف ديال شي حوايج مهمين بزاف باش الشعب يعرف الحقيقه ديال هذا النظام الفاشي الديكتاتوري الكذوب الكذاب نظام هاد العلويين بنيين على الكذوب ما قابضينش شي طريق نيشان كاع ما قابضينش شي طريق مسجده اللي تقدر تقبض عليها باش تقول غادي يسيروا البلاد كيقول لك شي وحدين شكون غادي يجي يحكم شكون واش شكون غادي يجي مورا واش كاين شي منكر قد هذا المنكر ديال فرعون السادس واش كاين الفيركا شي منكر قد هذا الصهاينه اللي راهم جابهم استعمروا لنا البلاد غادي نعطيو لكم حنايا التفاصيل الاخوان الحاجه اللي كنشوفوها غادي نوصلوا لكم واش تا كاين المعلومات واه دو باي تحياتي لك ايها الرجل الشريف لك انت ايضا الاخوان بوكفوس تحياتي حسن وفيهم جسل ما عليش الاخوان ما عليش اللي بغي حنا راه عندنا نهضروا مع الشعب الحر مع المواطنه الحره مع المواطن المغربي الحر مع الشعب السوس مع الاخوان ديالنا اللي في الريف نحييهم تحيه عاليه نتاع الصمود مع الاخوان ديالنا في البيضاء اللي في الدار البيضاء اللي ولاو يتصلوا من تما يقول لك اودي هذا الديكتاتوري هذا راه صافي النهايه ديالو وصلت هذا الشيء كيعطي لك الكوراج وكتخرج وتزيد عاوتاني نضلوا نوصلوا لكم الكلمه ديال الحق لان في هذا السلام عليكم الى الامام على الطريق الصحيح عاش الشعب وعاش الشعب ولا عاش من خانه شكرا الاخ فيصل الزفزافي شوف الناس الاخوان بديك البلاد هذيك سواء بالريف بالبيضاء الحمد لله كاين حوايج معقولين الناس كيعرفوا يكتبوا المهم شكرا لاخي الاخ العزيز حتى انا احبكم في الله حنا الكلمه ديال الحق موصلوها يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره هاد المشركين هاد الكاذبين وتحياتي لاخي بقويد وخو رئيس لجنه القدس وهذاك الساعه ديالو وصلت باش يبقاو يجيو هنا 100,000 ديال الاحرار يطيح ذاك فرعون السادس عاد يطيح الاخوان حنايا غادي نعطيو لكم الاول التفاصيل كتشوف مؤخرا وقعت واحد تقدر تقول واحد الهستيريا في الصفحات الالكترونيه والجرائد وسواء حتى على القنوات نتاع فرعون السادس قنوات الصهيونيه المتصهينه خرجوا بواحد القرار زعما راه تندوف راه حطوا فيها غادي يديروا مطار كبير ذاك المطار كبير ديال مقاتلات عسكريه دوك المقاتلات عسكريه جايين من روسيا طائرات حربيه طاطاطا زيد منا زيد مليه دائما حاجه اخرى يكذبوا ما نعرف واش راه يكذبوا ولا كيدوروا بصح انا اللي كنقول لك الكذوب هو كيفاش انت يا هاد فرعون السادس حتى الكذوب ديالو ولا باين كيفاش انت يخرج لك اليوم يخرج لك يصيفط البرقيه ديال تهنئه راس السنه لرئيس رئيس جمهوريه روسيا فلاديمير بوتين صيفط له برقيه ديال التهنئه وقال لك حتى هو راه صيفط له الرئيس ونفس الوقت كينشروا اليوم نشروا في الاخبار باللي
باللي طائرات روسيه هذه راها في التندوف ولا راهم يوجدوا مطار طائرات روسيه راح تسهم الجزائر ولا ما عرفوش كانوا. المهم اللي كنعرفوا حنا باللي طائرات روسيه مين كتشوف كاين اللي يقول لك لا حنا هاد الشعب الشعب باش خصو يعرف يعرف باللي هاد النظام كذاب النظام كذاب فاش ما تشوفوا يا اما انا كنشوف يا اما النهايه ديالو راح حس بها راح خصو يجبد الشعب باللي راه كاين الحرب يا اما المخزن راه حتى المخزن ديال فرعون السادس راه كيتراجع وراه كيعطي لهم في الترقيات لحد الساعه راه يزيد لهم شويه في الخلاص شي وحدين لحقاش راه واقع له شويه المشاكل بزاف الناس كل شيء فاقت به عندك الناس فاقت بهذا ائمه الكفر وقعوا بزاف ديال الحوايج في هذا في هذا في هذا في هذيك الدوله هذيك واش تخرج درو كيقول لك كل يوم لهين الشعب راه كاين العسكر راه كاين التيار في تندوف راه كاينين هذيك راه كاين سمحوا لنا الاخوان راه كاين الحرب راه كاين عادي تنوض مع الجزائر انا قلتها مرارا وتكرارا باللي تزادينا وهضر واش قال لك الاخ الريف بلاد الرجوع النيف اما العين واه الاخوان حنايا كلشي راه عارفين اللي كان نوصلوه على هذه القضيه ديال فرعون السادس هاد الشيء هذا اللي كيقول لك راه الحرب عادي تنوض الحرب مع الجزائر انا بلي تزاديت بلي نعقل حليت العينين ديالي قلتها مرارا وتكرارا عمرو ما شفت الحرب بين الجزائر والمغرب شفت حرب اعلاميه شفت واحد الحرب ديال الكره من يلعبوا الكره شي حاجه بصح انايا مع الشعب الجزائري ما عنديش المشكل ما عنديش خوتنا خوتنا فين ما راه شي شعب نموتوا عليكم الشعوب كما دايرين اللي ما يرضاوش بالذل والعار علاش انا كنقول الشعب الجزائري لان هاد الاخوان لا اخوان راني نهضر مع المغاربه الاحرار والمغربيات الحرات شت هاد الشيء اللي راه داير لكم النظام ديال الجواز والتلقيح وما تدخلش والحجر الصحي وخص تدخل هاد الشيء ما عندهمش في الشعب الجزائري ما عندوش هاد الشيء هذا ما عندوش هاد الشيء يبقاو يهزوك في الاسواق ويديروا الكليبره راهم كيديروا دروك في الاسواق الناس وصلنا ميساج في الاسواق كيديروا واحد الكيتون بحال واحد الخيمه والمخازنيه كيفوتوا على الناس واش تلقحت ولا ما تلقحش ما تلقحتش يديك بالسيف يديك دير التلقيح في السوق في واحد في دوك الخيمات هاد الشيء راه عندنا هاد الشيء راه ما عندهمش الاخوان عند الشعب الجزائري الشعب الجزائري لو كانوا يوصلوا على ما كنشوف انا لو كانوا يوصلوا هاد الشيء اللي راه واصل اللي راه واصل في الشعب المغربي راه ما عاديش يخلي داك النظام ما يخليش ليه لا ما عاديش يباتها تما علاش غير حنايا كيحطوا علينا العمود ويخرجوا يبقاو يكذبوا علينا الحرب الحرب اللي عقلنا على راسنا ما كان حرب الحرب هي فرعون السادس على الشعب ديالو من كتنوض شي حاجه الشعب يبقى يهضر المحاميين هما كلش المحاميين الاطباء كلشي كلشي راه يهضر القطاع الصغرى القطاع كلشي راه يهضر من كلشي راه يهضر خصو يدوخ باللي راه كاين الحرب اسمع فرعون السادس انت يا هو المشكل ديال داك البلاد انت اللي انفصالي انت اللي كدير المشاكل ديال الشعب المغربي مع الشعب نتاع الصحراء مع الاخوان ديالنا اللي في الريف مع الاخوان اللي في سوس مع اللي في الرباط مع فاس فاس مع مكناس مكناس وجده مع بركان انت يا اللي خلقت الشيطانيت الشيطان شيطان كيحكم علينا الاخوان علاش كتشوف العداوه مدينه مع مدينه يلعبوا الكره تنوض المقاتله تنوض المقاتله تجبر غير كيقول لك زعما طلعت وجدات لعب مع هذاك تجبر الناس الشعب داروا فيه الكراهيه غير على بعضه بعضه ها هما كيلعبوا هنا حتى هنا يلعبوا كره ما كاينش داك الشيء هذاك ما كاينش الناس يتفرج في الماتش يكمل يدخل الدار ديالو حنايا كيعمروا لك داك الحقد غير على بعضياتنا ولكن شكون السبب السبب هو هذا النظام الحاكم السبب هو هذا النظام الحاكم الفاشي الدكتاتوري هذا العلوي هذا المجرم اللي جاب لنا الصهاينه حاجه اللي نوصيكم لين حل نوصي الشعب الحر الشعب المغربي الحر ما خلينا باللي هذوك المخزن وهذوك حتى هذوك الله يهديهم الله يرد بهم الله يرد بهم اللي كنقول لكم هاد الخطط اللي راكو كتشوفوا كل مره يقول لك راه قتلوا زوج راه واحد الزوج ضربهم في الكاميون راه واحد ثلاثه تلاقاهم في الشاحنه مجيت موريتانيا راه الجزائر ضربت راه المغرب ضربت زوج ثلاثه راه واحد ضرب هكا انا على ما كنشوف راهم غير كيلهيو الشعب في المغرب لداخل راهم كيموتوا كثر بزوج ثلاثه في النهار كنشوفوا جاو كل يوم كل مره كيغرقوا ب 15 16 واحد الشعب كي الناس اللي حد الان كيتشكاو ما كاينش كاين اللي يموت الامراض ما كاينش السبيطار ما كاينش اللي يعدقوا ليبره ليبره ديال تيتانوس ديال الصدى ما كاينش اللي يضربها له من كتجي انت تهضر كيلهيوكم انا كنقولها لكم الشعب
هذا الشيء اللي راه كيخرج وانا كنتحمل المسؤوليه. واش كنقول هذا الشيء اللي راه كيخرج وراكو كتشوفوا فيه، اللي راه كيقولوا لكم الحرب، ورا طائرات حربيه تحطت لهيه، ورا عادي يبنيوا مطار في تندوف، ورا عادي يديروا واحد المطار لهيه، ورا هذيك، لان فرعون السادس خصو يحط لكم الصهاينه تما، تبقاو تشوفوهم في الشوارع، تشوفوهم في المحلات التجاريه، تشوفوهم في دوك الاماكن المركبات اللي حرقوهم، عادي يطلعوا تما الصهاينه كما على ذكر المثل. واحد الدوحه نتاع النخيل كبيره تحرقت في الجهه ديال طاطا هاد اليومين هذه، على ما اظن الليله دي البارح، ما كان لا مطافي لا حتى شي حاجه. كل شيء استعمار راه داخل بواحد الطريقه خطيره، كي هي لهيك نتايا يقول لك باللي حنايا باللي المغرب راه خصو الصهاينه باش ندافعوا على هاد الطائرات اللي حطوهم لنا تما في دينو. ما يبقاوش يديروا لنا السبايب، ما يبقاوش يدبروا لنا، يدبر راسو فرعون السادس، يدبر راسو. واش نتايا شردت داك الشعب الصحراوي؟ واش نتايا قتلت درت لهم ابادات جماعيه؟ واش نتايا اللي دعت الماء ما تعطيلهمش الحق ديالهم حتى في الماء والاكل؟ هذوك الناس من حقهم يطالبوا الاستقلال، هو اللي دار المشكل. بصح باش يبقاو يجيو حنايا يبقاو يخدموا بينا باش ينعسونا، يبقى يبان لنا العدو مرارا وتكرارا، يبان لنا باللي العدو هو الشعب الصحراوي. لا، العدو ديال المغاربه الاحرار والشريفات هو ذاك فرعون السادس اللي حط لكم الصهاينه، كيخرج يكذب عليكم، كيخرج دروك برقيات التهنئه راس العام بوناني كيقولوا لك حرام، هما انا قلت يقبضوا غير في واحد الطريق، امام خرج بقى يهضر قال لك اسيدي حلال تقول بوناني هابيرتي، حنا ما عندنا مشكل حتى حنا كنقولوا للناس، ولكن حنايا قول لهم مبروك راس العام وهذيك، ولكن ما كنافقوش. ماشي كتمشي للمسجد كتقول له لا حرام دير هكا وتخرج على برا، بصح من يوصل الميساج بفرعون السادس كتخرج تجري. الفساد موجود والصهيونيه موجوده، ولكن الفتنه والفتنه من عمل الشيطان الاخوان، الفتنه من عمل الشيطان، والمبدرين اخوان الشياطين. علاش حنايا كنهضروا هكا؟ محمد السادس تعرف واش كيخسر ديال الفلوس؟ التبدير، التبدير. ولده واش ولده علمو يحرق الفلوس؟ اسمع الفقير انت اللي راك، ولكن داك ولدو اللي حرق الفلوس هذاك ما ضربش تماره، ما عرفش الحق ديال تماره، هذاك ما مشاش للاسواق الشعبيه ومشى للدار البيضاء للاسواق الصفيح، وما مشاش ما شافش دوك خوتنا اللي عندهم مركبات تجاريه اللي تحرقوا الاسواق، ما شافش دوك الناس اللي كيموتوا في البحر، ما شافهمش بالعينين ديالهم، ما مشاش وقف عليهم، ما مشاش ضرب يشوف تمارا اللي كيضربوها الناس اللي اليدين ديالهم مفلقه الدمويات كيسيلوا مساكين راهم تما في البني، ولا راهم في كيسميتو في الجني ديال الليمون، ولا بزاف اللي كينقش البطاطا اللي كيدير راه واحد المنكر كلشي. ولكن من كيجي ولد فرعون السادس كيعلمو يحرق الفلوس، اللي كيقول لك عيسى واش راك تقول، ولد محمد السادس اللي سميتو الحسن الثالث، هذاك عنده واحد الفيديو كيحرق 500 اورو، يحرقها الاخوان. علاش؟ ما عرقش فيها، ما ضربش فيها تماره، ما عرقش فيها. ماشي حنايا بحال الانسان يضرب تماره بالفجر حتى الشمس البرد كلش باش يقبض ديك 80 درهم ولا 100 درهم ولا 50 درهم. كاين مسكينه المراه اللي تمشي تجفف في القهاوي، كاين اللي تمشي تجفف عند هاد اللي لاباس عليهم هاد اللي كوميسير وهادو، يعطيو لها واحد الثمن مسكينه وكتسمع الهضاير وكتمشي تدخل الدار ديالها، هزت الدل ديال الهضره وهزت الدل ديال تماره ومشات تخدم عند موسخين، الناس موسخين باش تجيب. ولكن من كيخرج هذا ولد فرعون السادس كيخرج يحرق لك الفلوس، واش بغيتو تستناو بالعلويين؟ واش بغيتو تستناو؟ كيقول لك الانسان واش عادي، شكون عادي يجي خير من هذا؟ اللي يجي خير من هذا الشعب يتحرك يقلعوا، ولكن هاد العلويين راه باش تقلعهم راه مصيبه. علاش؟ جابوا الصهاينه وراه عندهم واحد التاريخ كيديروا يمشيو عباد الله. بزاف الاخوان، بزاف هاد الشيء هذا. يجي ويقول لك طائرات، راه مرة طائرات، راه مرة راه الجزائر شرات سلاح، راه مرة المغرب راه حتى هو شرى بروسيا، راه مرة راه جابوا التداريب ديال أمريكا راه جا تدرب بالمغرب. مالكو على هاد الحالة هادي؟ مالكو؟ الشعب ما خصوش بشي سلاح، الشعب ما خصوش بشي حرب. واش كاع هاد الحرب اللي راكو دايرين علنتوها على الشعب، بنادم دافنينه حي؟ بنادم دافنين حي وياك درنا عليه مباشرات، واش هاد الشيء هذا؟ مع عندنا عدو الاخ، الى ما راش يبان لك شي عدو
حنايا هو هذاك اللي كيحكم، حنا هما العدو ديالو، الشعب هو العدو ديالو. الا ناض يهضر بصح، الا بقى ناعس وساكت راه معليش، بصح من فوق وصلت فيه الوقاحه، وصل حتى حط هاد الصهاينه جا مومو يبقى يكذب على الشعب، صاحب اللي راه الدعوه كيما بكري، لا ما بقى والو، ما بقى والو، عاد يتحرك بالبلاصه ديالو. هاد فرعون السادس ما عاديش يبقى هاد الشيء، ما عاديش يخرج على خير وبخير. كيفاش اخوتي كيفاش؟ وهما الاخوان الناس كدير الرايه نتاع الاخوان في فلسطين كدير، ويقول لك رئيس لجنه القدس امين المؤمنين، هي ديك الامين المؤمنين تفضحت بها، تفضح تحيه للاحرار، وشكرا الاخ، تحيه للاحرار اينما كانوا. حنا نزيدو نفضحو ونهضرو ونقولو الكلمه ديال الحق، وعاش الشعب ولا عاش من خانه، وما نقصي حتى شعب من شعوب العالم من كنقول عاش الشعب. حنا ما فيناش الحقد، ما فيناش الانفصال في القلب ديالنا، فينا هاد التنويم المغناطيسي، هاد السيد هذا اللي جاب الصهاينه وراه يشري الطائرات اللي كيسوا الخوال خاوي، تعرف واش تيخسر الفلوس، مبدرين اخوانه الشياطين. شرى لي ساتيليت، واحد الساتيليت شراه بنص مليار، 536 مليون اورو. ساتيليت الزواج 637 مليون اورو، وكاملين كسميتهم. محمد السادس باع، محمد السادس ألف، محمد السادس باع، هادو السمية ديال الساتيليت. داك الساتيليت واحد أخوت يا أخوت يا الشعب المغربي الحر، حنا واخا من شفنا الشعب نايض من مرة كيتصلوا يهضر بالدار البيضاء، نحييكم الشجعان ديال الدار البيضاء، الإخوان ديالنا في الريف، العز 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 العز، إخوان في سوس، الإخوان هما راهم كيفيلمي ومطاطا يهضروا بالسوسية وكيفيلمي، يقول لك هي النار عاوتاني نايضة عندنا تما. من كتشوف حنايا كيعطي لك الكوراج وكتهضر على هاد كيسميتو هاد الديكتاتوري هذا، ما يعقل حتى على شي واحد، ما يعقل حتى على شي واحد. واش داير تما هاد الشيء هذا اللي وصلوا، بغى يدير واحد الخطه واحد البلان باللي راه كاين الحرب، ويجيب لك الصهاينه يحطهم تما، تا يمين تفيق تجبر صافي الاستعمار راه زاد. هما الصهاينه راه مبكري هما معاه، مبكري مبكري الاخوان، ولكن دروك خرجوا. علاش؟ كنعرفوا كنعرفوا الناطق الرسمي ديال فرعون السادس قبل، المستشار ديال فرعون السادس قبل، وحاليا شكون؟ اندريا زولاي. دائما اسماء كتعرفهم، اسماء صهيونيه متصهينه. ما عندنا عدو، الحشومه عليك تنوض تخدم. الاخ اليوم نجات، وحده سميتها نجات قالت لك نوض تخدم، اليوم نهار الحد اختي، معليش واخا تضربي فينا معليش اختي، اليوم نهار الحد، نهار الحد ما يخدموش هنايا، كاين اللي يخدموا في الويكاند، انا نخدم بالاثنين للجمعه، غير باش تكوني تصحي ديك العباره ديالك على ديك الكلمه هذيك، واستسميح راه ردينا عليك. بس هذا اللي كيقول لك مريض ولا شي واحد ما عليهمش الاخوان، سمعوا حنايا الهضره ديال المعقول اللي راه دايره دروك، اللي راه كنتكلم انا على ذاك فرعون السادس اللي دار كاع هذا المنكر هذا، وكيمشي يجي يلعب على الشعب يضل يشري في السلاح. والشعب خصو ما عنده ما ياكل، انت تمشي تشري السلاح تخسر الملاير. واو كخنوش درتو هرب الملاير، هربهم لاوروبا، والجال المهجرين كيصيفطوا باوروبا، وانتم كتبيعوا. شوف العكس، المهجرين مساكين يصيفطوا الوالدين ديالهم وهذاك باش يوصلوا باش يعيشوا تما يتقوتوا، والشعب كيصيفط للجهه اخرى، وكيسميتو وهذا محمد السادس والحاشيه ديالو كيهربوا الفلوس لاوروبا. مين جيت تفهم كتعرف باللي ديك البلاد هذيك ما كانش اللي عادي يدافع عليها. اسمحوا لنا، قال لك انت الجزائر، قال لك انت يا عندك راه يخلصوك، انا نتمنى يخلصوك كبرانات ولا نقول لك واحد الهضره لخويا، انا ما كنردش ولكن كنعمو شي مرات، نتمنى الله تعالى يخلصني الا كنقول الغلط وكنظلم الناس، نتمنى الله تعالى يخلصني. ولكن اللي كنشوفو هنا في هاد الساعة كنشوف بلي داك فرعون السادس زاد بزاف، عيق عيق، ماشي غير عيق، وانا نرد لكم من دار لكم جاب لكم الكمان جامع الآذان، العالم ثلاثة فايت ثلاثة المليون اللي شافوه مباشرة في ديك الوقيتة، كآذان مع الكمانجة، دار لكم هو درك الصهاينة راهم تما، راهم كيبلعو لكم تما في المساجد، علاش حتى المساجد حتى الناس عاقوا بلي داك المساجد كتخدم المصلحة الدولة، الحاجة اللي بانت له صافي خصو يبلعها. تيغيان افيغ كوز، معليش الاخ اللي كيقول لك راه ما عندك ما دير، الله تعالى قادر على كل شيء. المهم الوصايا اللي كنوصيكم الاخوان، ما يزيدوش يدوخونا،
صافي بركة، لا يجعل شي بركة بهذا النظام باللي كان عقله محمد الخامس ولا داك السلطان ديالهم يوسف ولا كتعقل على التاريخ ديال العلويين ما صالح. شو هو هذا الحسن الثالث ولا ما نعرف فين كان قصر ولا، والحمد لله هذو وسائل ديال الإعلام فضحتهم كيحرق في الفلوس. ها هي خرجت حتى داك الفيديو ديالو خرج كيحرق في 500 أورو، حتى العالم الناس في جميع بقاع العالم شافوها وعرفوا. باش باللي تعرفوا هاد العائلة ما كان لا عائلة لا مقدسة، ما كان لا إمارة ديال المؤمنين لهم يحزنون. كاين واحد الطاغيه راه كيحكم في ديك البلاد، راه هو اللي كيمشي. حتى درك المخزن اللي خدام عنده والشرطه وهذيك حتى هما ولاو زعما هاد الشيء كثر بزاف، كيبين لهم باللي كاين الحرب، باللي كاين الحرب وخصكم توجدوا راسكم. وراهم دايرين واحد الحمله جميع الجرائد تقريبا الالكترونيه كتجبر تما اللي بغى يمشي للعسكر ولا يسجل ويتهلاو فيه ويعطيولو ويديرولو. احضيو راسكم تمشيو عند العسكر عند العلوي الصهيوني. الو كنسلكوها الوالا اللي ضربوا معاها تماره وكانوا يحضيوه، او ما راهم دايرين مساكين الهضورة عند البرلمان ودايرين واقفين. كاين اللي ضرب على الطعام، كاين اللي 20 30 سنه هو يستنى، او ما راهم في 20 سنه قال لك محمد السادس زعما غادي يجي ويعطي لهم حقهم. ما يعطي لكم لا الحسن الثاني لا محمد الخامس لا محمد السادس لا كيسميتو. هذا الحسن الثالث العلويين ما تستناوش بهم شي حاجه، العلويين كيستناو بكم، العلويين كيستناو بكم نتوما. خص تخدموا لهم وتمشيو لاوروبا وتصيفطوا لهم الفلوس وتبنيو الديور وتبنيو الحيوط وتبني وديرو وديرو، تضرب الحياة ديال كاملة وانت تضرب تمارة على واحد ربعة واحد مية ميت. بنادم ما يمتع راسو في الدنيا، ما يمتع ولادو كيبقى يصرف على واحد طاغية. ها هو داك الطاغية راه بان. فين راه هاد فرعون السادس يخرج يهضر مع الشعب؟ علاش ما يخرجش يهضر مع الشعب؟ فين راه هاد محمد السادس؟ هو قال لك واحد غسل فمك باش تقول محمد السادس فرعون الزمان اللي كتقول لي انت الاخ. ما عليكش الاخ دريس، راه كاينه الموت، الحمد لله كاينه الموت، ونشوفوا اللي كيقول الحق. راه الشعب عارف الحقيقه، الشعب راه عارف، وانت اللي راك كتكتب لي محمد السادس وتدافع عليه، انت راك عارف الحقيقه، ولكن كيغويهم المال، المال. انما اموالكم واولادكم فتنه لكم، كتكون فتنه لكم الا كنت كتستعملها للدفاع على طاغيه ولا الدفاع على المنكر. حنا الحمد لله الشعب عرف الحقيقه، عرف الحقيقه ديال فرعون السادس بالفضل ديال الاحرار الشرفاء والشريفات. حنا ما نسكتوش، ما نسكتوش على الحق، دائما راه حنا نفضحوه ونفضحوه، وكاين شي حاجه نديروها. اللي الخائن كاين اللي كتب لي الخائن، الخائن هو فرعون السادس اللي راه في القصر اللي جاب الصهاينه، خان الشعب ديالو، خان الشعب الفلسطيني، خائن المواطنين، خائن التاريخ، خائن المجتمع، خائن للدين، خائن للقران العظيم وكلمات الحق. خائن، هادو يخادعون الله ورسوله ما يخادعون إلا أنفسهم. يكذبوا على عباد الله، يكذبوا على عباد الله. فين راه هاد فرعون السادس؟ فين راه؟ نقول لكم نصيحة، اللي بغي توصل للشعب المغربي الحر، اللي كنقول لكم ما تيقوش الصحافة ديال فرعون السادس. الحاجة اللي كتخدم الشعب ما كينشروهاش، الحاجة اللي كتخدم فرعون السادس كينشروها. كيقول لك مرة الدنيا باطمة لبست منها، واحد المغنية لبست هكا، وحدة دارت هكا صوروها، وكيديوكم كيديوكم في داك الهوى الخوى الخاوي. الحق يعطيونا الحق ديالنا، ما تلعبش علينا. صافي صافي الناس، صافي فاقت، وصلت لها العظم. دير الأذان مع الكمانجة ما كانش اللي يهضر معاك. واش هاد الشيء هذا؟ واش هاد الشيء هذا؟ قولك أمين المؤمنين، أمين المؤمنين كان يقصر بالآذان مع الكمانجة؟ تضحكوا على عباد الله؟ تقولوا بنادم يقول لك الفتنة؟ هي الفتنة راكو تشوفوها، راكو كتشوفوها. الركوع يركعوا له كتشوفوه، هضرنا عليه دائما، كيركعوا له ويبوسوا له اليدين. منكر كيحكم في ديك البلاد هادي، بزاف هاد الشيء هذا أخوتي بزاف. مي منافق، منافق كاذب. مين نقولها لك نعطي لك التفاصيل. ادخل تشوف المنافق النفاق. صفت راس العام
صفت البريه للرئيس نتاع الجمهوريه نتاع روسيا، في نفس الوقت قال لك راه طائرات روسيه في تندوف. فهمنا فهمنا فرعون السادس كيفاش كتمشى، كيفاش كتمشى، كيفاش راك كتمشى، هربوا لك السلوكه. ولكن هذاك ربي راه كيخلصك، ربي راه كيخلصك داك المنكر، داك الشعب، ديك المراه اللي في الدار البيضاء اللي هرست عليها العشاء محمد السادس، هذيك المراه هي تحاسب يوم القيامه وراك تعذب. دوك خوتنا اللي في الحراك اللي راهم في الحبس، ناصر والجماعه ديالو اللي ديتهم للحبس ودرت لهم ودرت لهم، هذه تخلص. داك السيد اللي دفنته حي تحت الارض في القنيطره، هذه تخلص. دوك النساء 21 مره اللي عطيت لهم الرج ماكله فايت لها لاضات في اكادير، هذه تخلص. سوف تسال عن كل نفس، لانك المسؤول وكتشوف كل شيء. وكان ما عندكش واه، ولكن عندك كلش في يدك، الفلوس، التهريب ديال الاموال، مهرب ديال المخدرات، لعبتوا لنا في الدين، ضيعتوا الاولاد ديالنا بزاف. هذا الشيء هذا علاش حنا كنهضروا، ضيعتوا المجتمع، ضيعتوا الراجل 50 سنه ما عنده ما ياكل لا مستقبل لا والو. بنادم كيحل العينين ديالو 16 17 سنه كيمشي للمليليه ولا سبته، ها هما جماعيه كيهربوا يبغيو يمشيو جماعيا. فين هاد الشيء هذا؟ فين هاد الشيء؟ فين وصلت بكم الوقاحه؟ واش راك تشوف ولا ما راكش تشوف راسك؟ ولكن لا، كيبان لهم باللي هذاك هو الصح. المراه من كتخرج تبكي تقول لك ما جبرت ما ندي لولادي، ما بغيتش نخرج للفساد. كاين المراه اللي كتخرج تقول لك خرجت للفساد، الله غير ما جبرتش كندير، هاد البلاد ما عطاتنيش، كنحسنوا العون لاي واحد. كيخرج واحد يطلع من كتسنى الشعب يستنى وصابر وصابر، طلعت له خنوش، طلعت له خنوش من قبل العثماني، من قبل بنكيره، من قبل كلشي شفاره، كلشي شفاره. اي كيطلعوا تما ما عرفوا اش يوقع لهم، كيبقاو يلهيو الشعب، الشعب تابعهم، غادي نوصلوا لبلاصتنا ونديروا، نوصلوا ونديروا ونفعلوا الكوب واللي فايتين، وغادي نهضروا مع سيدهم ودا تا تا تا. كملنا كملنا، بقاو تجيو تفهمونا الجزائر مات الجزائر، حنا ما عندناش المشكل مع الشعب الجزائري. الصحراء مات الصحراء، ما عندناش المشكل مع خوتنا في الصحراء. الريافه انفصاليين، فما الريافه ماشي انفصاليين، الريافه ماشي انفصاليين، الريافه رجال عليك فرعون السادس. فيهم الرجال اللي كيبغيو الشعب باكمله، والمراه الريفيه هزت السلاح وقاومت الاستعمار وكتبغي الحب لاي واحد. الناس ديال الدار البيضاء شرفاء، الشرفاء رميتهم تما في الحباسات ديال الدار البيضاء، الصحفيين الاحرار رميتهم، الناس هزيتوهم بتيزينتيشكا، الناس هزيتوهم برزازات القديمه ورزازات الجديده، هزيتو الناس بجميع النواحي، كاع اللي يقول الكلمه ديال الحق. واش هاد البلاد هادي؟ واش هاد البلاد هادي؟ واش مراكش سمحوا لنا وحدين، سمحوا لنا كيبغيو يضربوا شي واحد. واش هاد الشيء هذا؟ ومن كيقول لك، يقول لك لا امين، وراه النار فاش بدا يضرب الكمان جامع الاذان في التقصار محمد السادس فرعون السادس، صافي صافي هذاك بان لكم. راه واش تا كيدير في الخفاء؟ كيدخل مطنطن للجامع، يدخل مطنطن نهار الاخوان، شفنا هكا بالعينين ديالنا، كيدخل ما يشوفش، دبر راسو الله يعفو عليه كل واحد. ولكن ما تقولش الامين المؤمنين، وقرا ديك الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى وما تدخلش البيت ديال الكلمه ديال الحق، الله تعالى راه سميتو الحق، تجيو انتم طلعوا هنا الاذان مع كاين اللي يقول لك راكو هضرتوا عليه. نهضر عليه البارح واليوم حتى نموت، لان داك الشيء كيعذبني من كنشوف، نشوف واحد الطاغيه جالس ويتمتع في الكمانجه مع الاذان، مع داك علي بابا اللي كيقولوا له نتاع الفاتيكان. حتى هذوك راه عندهم الذهب، حتى هما راه كل شيء تصاحب، ولكن كنقول لكم اللي كنشوف انا في ديك البلاد. سمحوا لنا هشام، هو واحد بلوكيناه كيبغي يبلوكي الصفحه، الحمد لله لحقنا عليه. كاين اللي يقول لك ها هما خوتنا مساكين ما جبروش الزيت، ها هي خواتاتنا هما، ها هو الشعب، ها هو الشعب، بنت الشعب تقول لك ما عنديش الزيت في الدار، ما عنديش الماكله، ما عنديش السكر، ما عنديش الخبز، ما عنديش، وما عنديش السبيطر نمشي خصني نعطي الفلوس وانا ما عنديش. يقولوا لك جلس في الدار، جلس في الدار، والناس ما تعطي، واش تعطي لهم؟ ما عطيتو لهم والو للشعب.
علاش كيفاش غادي يدير يجلس في الدار؟ اللهم اني هذا ان هذا منكر، اللهم اني قد بلغت. علاش حنا كنهضروا ونخرجوا ونهضروا؟ الحمد لله كاين وسائل وكاين الشرفاء والشريفات بالكلمه ديال الحق نوصلوها، ما نطيحوا لا هضره، ما نسبوا، ما نقولوا لفلان ولد هذيك ولا لا، نقولوا الكلمه ديال الحق واش تا كاين، لان الموت علينا حق، يوم تسال كل نفس ما عملت. كل نفس عادي تسال، واش شفت المنكر وما هضرتش؟ واش شفت المنكر وبقيت عاد تضحك؟ واش شفت بنادم خوك يموت وتقول اي واحد عاونوها الاخوان؟ واحد الانسان يتعلم يهضر يعاون خوه. راه ديك البلاد هذيك من كتعيش في ديك البلاد، داك السيستم ديال العلويين هذاك هو كيطلع الشعب بالطريقه اللي بغا هو، ولكن وصلت الصح، وصلت الساعه باش الشعب يطلع ولادو على الطريقه اللي بغا هو، على الطريقه الصحيحه الديمقراطيه اللي كيبغي حب الغير واللي كيحمل الكتاب القران العظيم، ماشي على الدعشاشه، حبا في كلمات الحق وحبا لايمانه بالله تعالى. هذا هو اللي خصنا حنايا. حنايا كل ما كان نديرو كتجبر كذبه يكذبوا عليكم في الصحافه مباشره، يكذبوا عليكم. علاش انا بغيت هذا الشيء هذا ديال الصحافه نكملوا بها، نكملوا هذا الايادي نتاع فرعون السادس اللي بقات هو هاد الصحافه نتاع اخر الزمان. هما راه خرجوا قال لك راه فرعون السادس طلع راه هاد العام حقوا ارباح طائله في الفوسفات 70 المليار، راح حقوا 84 مليار في المهجرين صافتوا الفلوس، راح حقوا في السيارات المستورده وهذيك وهذيك والتعشير ديال الطوموبيلات الملايير، وفين راه الفلوس؟ فين راه هاد الشيء هذا؟ كتحسبوا الارباح كل سنه، كتقولوا الارباح كل مره، تقولوا دخلنا قده وقده والشعب، ومالها هذه مسكينه اللي راها مرميه في فاس ولا مكناس ولا مرميه في الحسيمه ولا في الناظور؟ ها هما المركبات، ها هما الاسواق التجاريه راهم كيتحرقوا، علاش ما كتعطيولهمش؟ هذا الشيء ما كيوصلهمش. ها هما ولاد الشعب اللي كيمشيو مساكين مجبروا ما ياكلوا يمشيو يخدموا في الكروسه ب 50 درهم، كيوصل لك الدق اللي يهز الدق على الدار ديالو ولا في الكروسه باش تعطي له ديك 10 دراهم ولا 20 درهم. ها هما مساكين يمشي يدير الخضره ب 200 درهم كيديوها له، شكون كيدي؟ فين راه هاد الارباح؟ فين راه مين كتحسب هاد الملايير؟ وكتولي الحمد لله كاين القران العظيم كتولي ان المبدرين اخوان الشياطين ويمدهم في طغيانهم يعمهون. راهم غاديين غير غاديين غير يزيدوا غير يزيدوا يسرق في الارض. هاد فرعون السادس ملي دخلوا، ولكن درك خصو يوقف عند الحد ديالو، صافي صافي صافي، كلشي بان لنا بان لنا والله الاخوان. الى استعمار صهيوني حطوا لكم تما وتفرجوا، وماشي داك راه باش الفكره تكون هي هذيك، راه اليهود ماشي هما اليهود الحقيقيين اللي دايينها في العباده ديالهم، هذيك راه ضد النظام الصهيوني ديالهم. انا عندي الاحترام لليهود اللي كيحترموا راسهم ويخدموا عارفين الطريق ديالهم، الديانه ديالهم بينهم وبين اللي خلقهم وبين اللي خلقنا، المهم الله تعالى عالم. ولكن انا كنقول هاد الصهاينه اللي كيقتلوا الدراري الصغار، راه قتلوهم كما قلنا بالدرونات تما في فلسطين، وكيحرقوا المحاصيل الزراعيه، جابهم لكم فرعون السادس حطوا تما المتاع ديالهم، راهم جالسين تما. علاش؟ باش يديوا له الخدمه كما الخدمه اللي ادا لهم الله اعلم بعلمي. هاد العمليات الارهابيه راه فيها واحد القصه طويله ما تحبس. هاد الايادي ديال فين ما خدتش يدك كتجبر تما فرعون السادس، كتمشي تصلي في المساجد في المغرب كتجبر يهضروا يشكروا في محمد السادس، كتطلع القنوات كيشكروا في محمد السادس، كتطلع في التلفازه في الاخبار كما قلنا القنوات الجرائد كتجبر محمد السادس دار وفعل 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 وفعل، كلشي دايرين كلشي كيهضر عليه. ها سيدنا راه سيدنا دار ما دار والو، هذا اللي دار راه ماشي في الصحافه ولا في القناه ولا لا، ارض الواقع اللي كيخدم البلاد ديالو راه على الارض الواقع كتبان في الشعب، ماشي كتبان في القنوات مزوق وتعضلك الرايه نتاع اليوتي منا ومنا وتخرج والصحراء المغربيه والريف وراه انفصال وتخرج. لا لا ماشي هذاك هو، ماشي هذاك هو الانتصار. لا الانتصار من يكون الشعب ديالك كيخرج فين ما تمشي، كي بركان كي مراكش كي الدار البيضاء كي الخميسات كي تطوان كي تيزين تيشكا كيف، المهم فين المهم شي تيكون كيف كيف، الناس عايشين عادي نورمال عندهم الحق ديالهم. ولكن من كتمشي نتايا عند هذا فرعون السادس شكون كيعيش؟
سرق في مرة شي مهرب ديال المخدرات ولا شي واحد خون البنكات هنا في أوروبا ولا دار ولا دار كيمشي تما عند فرعون السادس كيعطيلو لا كارت بلونش لا كارت بلونش بلا ما نقول شي سماوات كنعرف سماوات سماوات سواء في بركان سواء في, في, في المناطق في الحسيمة سواء في الدار البيضاء كاين شي أسماء نقدروا نجبدوهم معروفين عالميا مهربين الفلوس وترثقوا ما قتلوا ما عفوش داروا كاع وهربوا الفلوس بالباليتات كما كنقولوا كاين اللي خونوا الماشينه اللي كتخدم الفلوس هربوا من كيمشيو كيدرع لهم فرعون السادس رواح هذوك الفلوس حرام فلوس الا ما عرقتش عليهم فين ما كنت غير باش نعطيو لكم باللي بنادم راه عارف واش تا كيدور عارف واش تا كيدور في السوق سواء انا في اوروبا ولكن اللي يبقى فينا الحال بزاف هو داك البوفري هذاك اللي ما كتعطيولوش الحق ديالو بوفري داك المسكين هذاك اللي النهار غادي جاي شوفوا غير الصبابط والسبردين والنعايل ديال الناس كي دايرين تردوا الحاله ديال ديك البلاد هذيك من تشوفوا في شي واحد شوف له الرجلين ديالو الصباط عوج الصباط ما عندوش ديك الحافات تما لتحت مساكين ما عندهمش عندهمش الله غالب واه والله تعالى غالب ولكن عطاك الرزق ديالك شكون دا داك الرزق هذا واش بنادم يتمشى عليك واحد يتمشى بالكات كات ديال 70 مليون واحد عنده 12 قصر غير تما وواحد ما عندوش النعاله الصباط باش يتمشى هما دراري صغار كيفوتوا في كنشوفوهم في الاخبار مساكين ما عندهمش حتى القنوات كيبينوهم يقول لك شوف راه ما عندهمش علاش بغيتو حتى المهجرين ينوضوا ويجمعوا ويصيفطوا لكم وياكم المهجرين هما اللي خصهم يبقاو يديروا حنايا اللي في اوروبا زعما حنا اللي نبقاو نديروا جمعيات ونجمعوا ونديروا جمعيات في كل منطقه وباش نتوما شي وحدين كيقول لك لا هذه هي اللي مزيانه لا 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 مش حال عادي قدني ندير الجمعيه نديرها نهار يومين ثلاث ايام اربع ايام ولادي ولاد ولادي ما تقوليش يجيب الله الله تعالى عطانا الحق ديالنا الله تعالى يجيب الله بداك الفوسفات هذاك الله تعالى يجيب الحق بداك الحوت هذاك اللي دار واحد الكونترا مع روسيا محمد السادس دار كونترا مع روسيا بالمتر مربع باع البحر بمتر مربع كل متر مربع يخلص عليه الفلوس كيفاش بغيت خوتنا الصحراء ما يبغيوش الاستقلال كيفاش حنايا ما بغينا الاستقلال بعد فرعون السادس يمشي يبعدنا علاش هاد الشيء هذا الفلوس ما كيتوصل حتى لشي واحد وكيقول لك لا نتوما ديروا الجمعيات روح عند فرعون السادس فرعون السادس الا مشى محمد السادس تحرك من تما وتبان الثروه وتعطيونا الا كاين شي حاجه حنا اول من يساهم في ديك البلاد هذيك حنا الاولى اللي نديروا المشاريع في ديك البلاد والحمد لله كاين الكفاءات كاين الكفاءات ولكن لو كان شفنا البلاد صالحه حنا اول ناس نديروا جمعيات ونشوفوا نديروا كاين اللي يقدر يدير معامل صغار وتكبر بزاف ديال الحوايج عندنا الحمد لله ناس مفطنا وتحلت على هذا العالم الخارجي ولكن من كتجبر واحد الحاكم ظالم الرزق ديالو كيدي لك الفلوس بالبلاد وكيهربها لاوروبا وانا كنمشي نعطيها له تما ما تشورش ما تجيش واش تعطي انت لواحد المبدير 96% كتوصل للدوله و 4% كتوصل للمواطن لا يعقل لا يعقل لهذا حنا كنقولوا لهذا الصهيوني المتصهي ما قدرش لا ما يهضرش واش ما عندوش شي صفحه يكتب فيها شي حاجه كما كيقولوا العالم كامل كيقول لك تغريده تويتر لفلان الرئيس وافلاني تغريده لرئيس تغريده محمد السادس ما يعرفش يكتب ما يعرفش يدير شي حاجه على الشعب ولا على هاد الصهاينه واش تا هادشي هذا يفهم ما كاينش ولا كيخرج غير يجري من تكون داك عيد نتاعو نتاع داك اخر الزمان العرش الرحمن على العرش استوى داك العيد ديالو من يوصل نتاع الشرك كيخرج واخا فيه الموت كيمشي علاش موصاه باه وباه وصاه باه عاوتاني وغاديه غاديه الكاسيطه كتعاود ايوا ارواح نتايا وما حتى لدرك عمروا الناس عمروا هاد الائمه ديال الكفر يبلعوا عباد الله غير كتوقع شي مصيبه من توقع لكم شي مصيبه الاول اللي يجي يجري عندك راه يجي عندك يجري الامام دك 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 من توقع لك شي حاجه يجي باش يسكتك ايوا يقول لك تقبل ما بقى هذا الشيء ما كتب لنا الله ايوا بنادم ربي غادي يخلصوا والاخوان الا ناضت النار في شي بلاص ماشي توقف وتبقى تقول بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر واه كنقبلوا مزيانه ربي الصلاه والصيام ولا ذكر الله اكبر ولكن الا شفت النار هز واحد البيدول ديال الماء وعاون هز واحد البيدول الماء وتبقى ترش
وتبقى تقول بسم الله الله اكبر ما عليش، بصح تبقى واقف وتبقى الله تعالى راه ما عاديش ينزل الملائكه، راك تما نتايا باش تقضي الغرض. ايوا من شفنا هاد النار نايضه في هاد القصر هادي راه خصنا نطفيوها، هاد الشيء هذا خصنا نطفيوها. واه كندعي والله تعالى فعلا الدعاء مزيان، ولكن خصنا نديروا شي حاجه، راه ما يبقاش بنادم لا يمكن تبقى تتفرج يدفنوا لك خوك تحت الارض حي. راه عندنا في هاد البلاد الاخوان اللي كيشوف لواحد البلاد اللي يسمي راسو امين كيدفنوا بنادم حي، كيديو بنادم وراه مرا مشات عند الوالد ديالها قالوا لها باك مات، قالوا لها باك مات صافي الله يرحمه. رجعت للدار داروا الصدقه صافي، سولوا خوتها تجمعوا الناس. في ديك العشيه سبحان الله علاش ما يدخلش عليها باها، باين ديك العائله دخل عليهم في ديك العشيه، قال لهم واش تراكو دايرين، قالوا تخلعوا، قال لهم اودي راه بلعوا علينا في السبيطار اللي بغاو يقتلونا لما راه حتى جات ما واحد الفرملي ولا واحد الطبيب كيعرفوا قال له هرب راه هنا راه يقتلوا عباد الله. هاد الشيء راه في السبيطار الاخوان ديال فرعون السادس، هذا هو المنكر اللي كنقول لكم، يبقاو يخلعوكم بالطياير وراه الطيار اش من طيار، الطيار راهم يضربوا الشعب كل يوم، الطيار ديال فرعون السادس اللي راك طارقهم في الطرقان تما واللي كيهضر واللي كيمشي يهز جوج طوماطيشات تمشي تركبوا في السطافيت، هادوك هما الطيار اللي راك هاجم لا على محامي لا على الاطباء لا على ولد الشعب لا اللي جبر الخدمه لا اللي ما جبرش الخدمه كلش. قالوا غير داك المخزن راه كيزيد لكم شويه درك في الفلوس، سمعوا المخزن قوات القمعيه راه كيزيد لكم شويه راه خايف على راسو، ولكن غير دوك الفلوس ما ينفعوكمش النهار فاش نبلعوا العينين، غادي تحاسبوا حتى نتوما، تحاسبوا على داك 40 مليون ديال الناس اللي راهم مساكين تما، راه مجبروا ما ياكلوا مجبروا ما يشربوا كيستناوكم، كيستناو يقولوا الدوله ساعه الدوله كتعطي لهم غير في العمود. الفرعون الصهيوني السادس، شكرا الاخوان تحياتي لكم، اللهم انصرنا على القوم الظالمين نصرا عزيزا حكيما لما تحبه وترضاه، يا رحمن الدنيا يا رحيم الاخره، يا ربي تغلبنا على هاد القوم الظالمين، على هاد فرعون السادس، على هاد الاكذوبه الكاذبه، هاد الكذاب اللي كيقول لك يصيفط برقيه تهنئه للرئيس نتاع روسيا وفي نفس الوقت يقول لك طائرات روسيه، وغدا يخرج يقول لك راه واحد الكاميون مشاو فيه جوج شوافريه مغاربه كضربوهم راه ما ضربوهم استناو يبقاو يلهيوكم. حنا ما عندناش المشكل والكره ولا ينوضوا المشاكل على هاد الكره ولا المشاكل، حنا الكره راه عندنا في الراس لعبتوا لذاك الشعب ولا شي عدو لشي، الحقيقه هو اللي راه في القصر راه خدام الخدمه ديالو، الكراهيه بغى يزرعها بين الشعب، الكراهيه بين زرع لكم بين الاب بين الاب والبنت ديالو ولا الاب والمراه ديالو ولا بين المراه والزوج، هذه هي الخدمه ديال فرعون السادس، كيفرق يفرقون بين المرء وزوجه، السبب باش كيفرقكم ويدير لكم المشاكل تبقاو لاهيين غير في الديور ديالكم بالسحر بهاد السحاره اللي كثروا، هاد الشعوذه هذه هاد السحور هذا اللي كيديروا ما نعرف واش كيعطيو لبنادم تما في الماكله، يقول لك ذوب هاد الحبر هذا واحد الورقه ذوبها في الماء فلاتاي واعطيها الراجل ولا الراجل يعطيها للمراه، وتبقى ويبقاو المشاكل في الدار ديال الانسان، يبقى الشيطان كيدور تما وتبقى تلها ما تخرجش كاع عند الحقوق ديالك. لهذا احنا رهبان علاش من قلنا لكم هاد فرعون السادس دخل الديور ديالكم، سواء حتى بهاد الاجهزه ديال التجسس، سواء بهاد الائمه ديال البلاط، سواء بهاد الناس هادو اللي كيديروا الرقيه الشرعيه اللي راه تكلموا عليها الاخوان البارح، اللي تكلموا على هاد الرقيه الشرعيه اللي بلعوا لعباد الله الاذان ديالهم، يقول لك راه مسكونين راه مسكونين راه مسكونين، يضحكوا على عباد الله القرآن واستلغاء كما قلنا. اللهم انصرنا على القوم الظالمين نصرا عزيزا حكيما لما تحبه وترضاه، اللهم انصر الشعب الحر الأبي يا رحمن الدنيا يا رحمن الآخرة، اللهم ارحم، اللهم استغفرك استغفرك استغفارا عظيما يا من يقول الشيء كن فيكون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الشعب ولا عاش من خانه، عاشت المرأة.